بسم الله خير الأسماء في الأرض والسماء، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، حديثنا اليوم بحول الله تعالى عن كيفية الاستعداد لاستقبال شهر رمضان الكريم. فلماذا الاستعداد لشهر رمضان؟ وكيف نستعد لاستقباله؟ وما هي خطتنا لخوض غمار رمضان؟ أو بصيغة أخرى، كيف نكسب رمضان؟ وكيف نفوز بجنة الرضوان في شهر البركة والغفران؟ هذا ما سنتحدث عنه بإذن الله تعالى في هذه الموعظة المباركة، فابقوا معي من فضلكم، بارك الله فيكم. أقول وبالله التوفيق، بالأمس القريب كنا ننتظر شهر رجب المعظم، وهو من الأشهر الحرم، لننهل من بركاته، فدخل ومضاك البرق، ودخل شهر شعبان، وما أدراك ما شهر شعبان؟ شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن كثرة صيامه في شهر شعبان، فقال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. والحديث رواه الإمام أحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة. فالأوقات تمر بنا سراعا، وتتكرر الأيام والشهور والأعوام تباعا، فنذهل عن تعاقبها، والحق إننا لفي غفلة وسبات. فما الوقت إلا عمر الإنسان، كما قال الحسن البصري رحمه الله: يا ابن آدم، إنما أنت أيام مجموعة، كلما ذهب يومك ذهب بعضك، وكل يوم يمضي يبعدك عن الدنيا ويقربك إلى حتفك المحتوم. فالوقت هو عمر الإنسان ورأس ماله ووعاء عمله وسعادته أو شقاؤه، فإن ملأه بالخير فاز وربح، وإن ضيعه في الشر خاب وخسر. فالسعيد من يستغل أيامه ولياليه في طاعة ربه، والشقي من يهدر أوقاته ويضيعها في معصية خالقه وباريه. فما لنا لا نقف مع أنفسنا وقفة تأمل وتفكر، وخاصة قبل دخول موسم الطاعة وفرصة العمر، ونستعد لرمضان. فلماذا الاستعداد لرمضان؟ لأن رمضان شهر مميز، شهر ليس كباقي الشهور، لأن رمضان شهر الغفران وشهر العتق من النيران، وشهر تضاعف فيه الحسنات، فريضة فيه تعدل 70 فريضة في غيره، يا الله، ونافلة فيه تعدل فريضة في غيره، وصدقة في رمضان تعدل زكاة في غير رمضان، فيه ليلة هي خير من 1000 شهر، من حرم أجرها فهو المحروم. يا الله، ما أعظمك وما أكرمك وما أرحمك، ألا يستحق منا هذا الشهر العظيم أن نستعد له ونضع له الخطط حتى نتقرب فيه من الله تعالى أكثر فأكثر، ونفوز بالعطاءات الجزيلة التي لا تحصى ولا تعد، ونغتنم أيامه ولياليه، بل دقائقه وثوانيه، فإنها والله غالية. لماذا الاستعداد لرمضان؟ لأن شهر رمضان هو الشهر الذي يجب أن تحلق فيه عاليا، وليس أن تقلع. ولكي تحلق في رمضان، ولكي تعلو مكانتك في رمضان، ولكي ترتفع همتك عاليا في رمضان، فلا بد من الاستعداد له قبل دخوله. فكما نعلم جميعا أن ما من عمل ذو أهمية إلا ونستعد له قبل الشروع فيه، سواء كان من أمور الجد أو حتى من أمور اللهو واللعب. فالطالب لا بد أن يستعد للامتحان، والرياضي لا يدخل أي مقابلة ولا يباشر أي مسابقة كيفما كانت إلا ويستعد لها، كما يستعدون للمناسبات صغيرها وكبيرها، حتى ولو كان ضيفا واحدا لا بد من الاستعداد.
فإذا كان الناس يستعدون لأمور الدنيا وهذا شيء جميل ولا بأس به، ولكن الأجمل منه والأفضل والأولى بالاهتمام الاستعداد للعبادة والتهيؤ للطاعة والاستعداد لرمضان، لأن رمضان فرصة ثمينة لا تقدر بثمن، فلا بد أن نخطط لأنفسنا في رمضان حتى لا نسقط في خطط الشياطين، شياطين الجن والإنس. فشياطين الجن تكبل في رمضان لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفضت الشياطين. فإذا كانت الشياطين تصفد في رمضان وهذا شيء جميل، لكن الشيطان ذكي فيغتنم فرصته قبل دخول رمضان، وذلك لعداوته للإنسان، ويفعل فعلته ويخطط لنا وللمسلمين حيث يكون حاضرا مع شياطين الإنس وهم يخططون لرمضان، فيتقن معهم وضع الخطط قبل أن يكبل. إن شياطين الإنس والجن يريدون للأمة الإسلامية أن تكون غافلة خاسرة في شهر رمضان، فالمسلسلات الهابطة قد صورت قبل رمضان، والبرامج التافهة والساقطة والمغرضة قد سجلت قبل رمضان، ووضعت لك الخطط أيها المسلم، فهل أنت واعٍ بما خطط لك؟ فاحذر كل الحذر أن تسقط في فخ الشياطين إنسها وجنها، وكن واعيا بما يريد الله منك في هذا الشهر الفضيل، وماذا تريد منك هذه القنوات. والجواب في قوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. لقد أخذت هذه القنوات على عاتقها مهمة إفساد أخلاق المسلمين ونشر الرذيلة سواء في المعتقد أو في السلوك، فتقلب شهر رمضان من شهر قيام وصيام ورحمة وذكر وتلاوة للقرآن وغفران وعتق من النيران إلى شهر برامج طبخ وفوازير ومسلسلات ومسابقات تافهة تجلب الذنوب وتزيد السيئات وتبعد المسلم عن ربه. وإلا فما الحكمة من كثرة المسلسلات والمسابقات في شهر رمضان بالذات؟ أما الرجال فحدث ولا حرج، تجدهم في المقاهي عاكفون حتى الصباح على شرب الدخان واللعب بالهاتف والواتساب والفيسبوك والإنترنت وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة، كما يعكفون على الكلام والقيل والقال والغفل عن ذكر الله تعالى. فهل هكذا كان حال السلف الصالح؟ وهل شرع الصيام لهذا أو لمثل هذا؟ ولهذا كله كان لا بد للإنسان المسلم أن يضع برنامجا لرمضان، بدون برنامج رمضانك سيكون فوضوي وعشوائي، والعشوائية لا تؤدي إلى النجاح. فإياك ثم إياك أن تدخل رمضان بطريقة فوضوية، فإذا لم تكن لك خطة واضحة ومكتوبة لحياتك ولرمضانك، فأنت ستكون ضمن مخططات الآخرين، ستقع في فخ مخططات الآخرين. شياطين الإنس والجن قد وضعوا لك مخططاتهم، فإياك أن تقع فيها في هذا الفخ، واحذر خططهم وخطط لنفسك بدقة. وإن أول استعداد لرمضان هو أن تستعد له ذهنيا ونفسيا، بمعنى أن تكون مترقبا له، مشتاقا لأيامه ولياليه، وتخشى كثيرا أن لا تدركه، وتفوت على نفسك تلك المغفرة الفائقة، تلك المغفرة العظيمة. فتحسين النفس أمر مهم جدا لاستقبال الشهر الكريم، كيف لا وهو شهر المغفرة بامتياز، وشهر تضاعف فيه الحسنات، وشهر العتق من النيران، وشهر القرآن، وشهر الكرم والإحسان، وأسهل الطرق الموصلة إلى ذلك كله. فلك أن تتصور أن رمضان هذا
هو آخر رمضان لك في عمرك، ولعلك ألا تدركه مرة أخرى، وأنه آخر فرصة ذهبية لك لعتق رقبتك من النار. وقد يكون كذلك فعلا، وقد يكون كذلك فعلا، فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. وتذكر كم من أناس صاموا معنا رمضان الماضي، فاختطفهم الموت من بيننا، وكما اختطفهم فسيختطفنا نحن كذلك لا محالة. وكل واحد منا ينتظر ساعته متى ستفاجئه، كما قال النبي، كما قال تعالى: ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فطوبى لمن استعد لهذا اليوم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: أكثروا ذكر هادم اللذات، أكثروا ذكر هادم اللذات، الموت. رواه الترمذي والنسائي وصححه ابن حبان. إذن فمن الخطط لرمضان، أولا تحسين النفسية كما ذكرنا. ثم رمضان هو شهر القرآن بامتياز، رمضان شهر القرآن بامتياز، والتعامل مع القرآن يجب أن يكون على ثلاثة، أن يكون التعامل مع القرآن على ثلاثة أنواع: أن يكون تلاوة وحفظا وتدبرا، بمعنى أن تخطط لكمية محددة للحفظ، أن تخطط لكمية محددة للحفظ. فمثلا تخطط أن تحفظ حزبين أو ثلاث أو أقل أو أكثر، وتضع خطة محددة ودقيقة، أن تحفظ مثلا ثمن في اليوم أو ثمن في يومين أو أكثر أو أقل. ثانيا، التعامل مع القرآن، يجب أن تختم القرآن كاملا، على الأقل ختمة واحدة في الشهر، ختمة واحدة في الشهر. وإذا أردت أن تختم ختمة واحدة في الشهر، فعليك أن تقرأ حزبين يوميا، واختر لهما وقتا محددا، حدد الوقت للحزبين متى ستقرأهما. وإذا أردت أن تختم ختمتين، فعليك أن تقرأ 4 أحزاب يوميا، واختر لهما وقتا محددا. كذلك كمية محددة للتدبر والتفسير، فمثلا حزبين أو 3 أحزاب أو السورة الفلانية أو الآية الفلانية تريد أن تتدبرها، فاختر لك كتابا أو كتابين من التفسير، وتدبر كلام الله عز وجل، واستعمل المرونة في هذا كله، فاحرص على الالتزام بالوقت، لذلك كله. فإن حال بينك وبينه حائل فلا تقلق، وعوضه بوقت آخر، ولا تتركه بالمرة. ثالثا، صلاة التراويح، حاول على الأقل أن تختم القرآن في صلاة التراويح، واختر لك مسجدا واحدا لا أكثر، حتى تتمكن من ختم القرآن الكريم كاملا. رابعا، قيام الليل، لا تكتفي بصلاة التراويح فقط، بل اجعل بعضا من صلاتك مع أهلك في بيتك، صل بهم، أهلك من لهم غيرك. خامسا، أداء الصلوات الخمس في المسجد، احرص كل الحرص على ذلك، أن تصلي الصلوات الخمس في المسجد، إلا أن تكون في العمل، فلا تخرج الصلاة عن وقتها أبدا، لا تضيع ولا وقت صلاة واحدة في رمضان. من كنوز رمضان ليلة القدر، فخططوا لقضاء ليالي العشر الأواخر بالعبادة، لأن فيها ليلة القدر. وهذا يتطلب أن يكون الجدول اليومي للعشر الأواخر مختلفا عن الجدول الـ20 رمضان الأولى. سابعا، خطط للصدقة والزكاة من الآن، كم ستخرج، متى، ولمن ستعطيها، وكيف ستوصلها. ولتكن لك صدقة يومية ولو بشق تمرة. هل ستتصدق على أبويك أو من تحب من الأحياء أو الأموات؟ غفر الله لنا ولهم جميعا. ثامنا، من أفضل الأعمال عند الله تعالى أن تأتيه بقلب سليم. نعم، من أفضل الأعمال أن تأتيه بقلب سليم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان
فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح، فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. رواه ابن ماجة وابن حبان عن معاذ بن جبل. من هم الذين تحمل في قلبك عليهم؟ هل ستتسامح معهم؟ لا بد من ذلك كذلك، لا بد من ذلك. كيف ستتواصل معهم ومتى؟ ولا بد أن يكون ذلك قبل بداية رمضان وقبل بداية النصف من شعبان. لا بد أن يكون ذلك قبل رمضان. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. فاحذر كل الحذر من الشحناء والبغضاء على المسلمين، فإنها مانعة من مغفرة الله، في أكثر أوقات الرحمة والمغفرة. من هم؟ من هم بحسنة فعملها كتبت له 10، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له 1. فارفعوا من طموحاتكم في رمضان، فأنتم الرابحون في كل حال، عاشرا، صلة الأرحام. اكتب الأرحام الذين ستزورهم في رمضان أو ستستضيفهم في بيتك، واحذر من التكلف، لا تكلف نفسك، لأن التكاليف تؤدي إلى قطيعة الرحم، وكثرة التكاليف مضيعة للوقت، مضيعة للجهد، مضيعة للمال. قال تعالى: كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. احذر من التبذير، احدى عشر، التوبة النصوح من كل الذنوب والمعاصي. فلا بد للإنسان أن يتوب إلى الله توبة نصوحا من كل الذنوب والمعاصي، وأن يندم على ما مضى، وأن يعزم على عدم العودة للذنب مرة أخرى. ثالثا، ثم إعادة الحقوق لأصحابها، أدي الحق الذي عليك، أو اطلب المسامحة، أو اطلب التأجيل، لأنك مقبل على عبادة وأنت مضيع لحقوق العباد، فلا بد أن تصفي حسابك مع العباد. احرص على الأذكار، أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم، وأكثر من ذكر الله تعالى، فذكر الله تعالى هو خير الأعمال وأزكاها عند الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله عز وجل. والحديث في سنن الترمذي. حدد العدد من لذكر الله عز وجل، فليكن لك أكثر من الاستغفار، ومن الصلاة على النبي، ومن قول لا إله إلا الله، واجعل لهما عددا محددا. عليكم بكثرة الدعاء. من الأعمال التي نخطط لها في رمضان هو كثرة الدعاء، فالدعاء مستجاب في هذا الشهر العظيم، وهو مخ العبادة، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. هل الدعاء من العبادة؟ قال: الدعاء هو العبادة. من الأعمال كذلك حسن الخلق ومعاملة الناس بالحسنى، وتجنب سوء الخلق والشجار والغيبة والنميمة وسوء الظن بالناس وغيرها من أمراض القلوب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري في صحيحه. احذر مضيعات الوقت في رمضان، كثرة النوم والتلفزيون والمسلسلات والأفلام والبورتابل والمسابقات والتفاهات والإنترنت والواتساب والفيسبوك والإنستغرام وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة.
الصائم الحكيم هو الذي يدرك قيمة شهر رمضان ويعلم أن أيامه معدودات، فيغتنم الوقت ولا يهدره ولا يضيعه، فيضع خطة لرمضانه وينظم وقته. فاللهم بلغنا رمضان ونحن في أتم الصحة والعافية والإيمان، ووفقنا لاغتنام أيامه ولياليه، وإعنا على صيامه وقيامه، واجعلنا من عتقائك من النيران يا رحيم يا رحمن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.